بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى الجزء 16 من سلسلة حلقات اكتشافات من القرآن الكريم. وفي هذه السلسلة أبين معجزة القرآن الكريم في هذا الزمان، وهي تفوق علم الله في القرآن على جميع معارف البشر في هذا الزمان، واحتواء القرآن الكريم على جميع المعارف، وأيضا كيف الإنسان المؤمن يمكن يصبح المعلم الآخرين عن طريق التفكر في آيات القرآن الكريم. فمن مواضيع هذا الجزء، الموضوع اللي تشاهدونه أمامكم على الشاشة، كيفية اشتقاق القوانين العلمية من القرآن الكريم، كيفية اشتقاق القوانين العلمية من كتاب الله عز وجل. والذي أعنيه بهذا هو أن القوانين العلمية التي تربط أجزاء هذا الكون ببعضها البعض وكيفية تفاعل هذه الأجزاء، فمثلا قانون توصيل الحرارة، قانون نيوتن الثاني، قانون الانتشار، يعني كل هذه القوانين العلمية التي يعني تصف علاقة وتفاعل الأجزاء في هذا الكون ببعضها البعض، هل يمكن تعلمنا القرآن الكريم، يعني هل يمكن اشتقاق هذه القوانين من كتاب الله عز وجل؟ بما أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني القرآن الكريم يحتوي على علم كل شيء، إذن يمكن، نعم أكيد نستطيع أن نشتق هذه القوانين من كتاب الله عز وجل، وهو في ثلاث خطوات فقط، عن طريق التفكر في ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل نستطيع أن نتعلم ونشتق كافة القوانين التي وضعها الله عز وجل في الخلق. فنبدأ بسم الله. أول آية، الخطوة الأولى لاشتقاق هذه القوانين، تكمن في التفكر في آية رقم 12 من سورة الإسراء. فالله عز وجل يقول في هذه الكريمة: ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذا هنا تفكرنا وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما معنى وكل شيء فصلناه تفصيلا؟ يعني أنه من معاني هذا أن الله عز وجل عندما خلق الكون كل شيء بتفصيل، يعني لا يوجد شيء عبث. معنى ذلك من ناحية علمية أنه كل أجزاء هذا الكون بيناتهم علاقة محددة، يعني هناك قوانين تربط تفاعل أجزاء هذا الكون ببعض البعض. يعني مثلا عندما يقترب كوكب إلى كوكب، أو الشمس والمجموعة الشمسية، كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مفصل، كل شيء يتبع قانون معين، لا يوجد شيء عبث. إذن نتعلم من هذا بأن الله عز وجل وضع قوانين تحدد العلاقات بين أجزاء هذا الكون. هذا أول نقطة. النقطة الثانية بتفكر سورة الحجر الآية رقم 19، الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إذن يعلمنا الله عز وجل هنا بأن خلقه موزون، خلق الله عز وجل موزون. ما معنى موزون؟ يعني كل خلق الله عز وجل في حالة اتزان. وإذا أخذناه من ناحية علمية لنشتق القوانين العلمية، ما هي خاصية النظام الموزون؟ نظام لما يكون متزن له خاصية أساسية جدا، ترونها معكم على الشاشة، بأن مجموع المدخلات للنظام تساوي مجموع المخرجات. يعني خاصية من أهم ما يميز النظام المتزن أن مجموع ما يدخل للنظام يساوي مجموع ما يخرج من النظام. على سبيل المثال، جسم الإنسان متزن من كل شيء موزون، كمية الطاقة التي تولدها جسمك من عمل الخلايا وغيره يجب أن تساوي كمية الطاقة أو الحرارة التي تصرفها الجسم ليكون متزن. فلو كان جسمك يولد حرارة أكثر ما يصرف لاحترقت، ولو كان جسمك يصرف حرارة أكثر ما يولد لتجمدت. إذن النظام المتزن تكون مجموع المدخلات ومجموع المخرجات. إذن نفهم من هذا لماذا في جميع القوانين العلمية هناك علامة اليساوي. تلاحظ دائما هناك طرف يمين وطرف يسار في كل يعني المعادلات العلمية، وفي اليساوي، علامة اليساوي. الآن فهمناها، من كل شيء موزون يجب أن يكون مساواة، طرف يمين يساوي طرف يسار. بدأنا نفهم كيف نشتق القوانين العلمية من القرآن الكريم، يجب أن يكون هناك كفتين يمين ويسار وبينهما مساواة. يعني كل خلق الله عز وجل متزن، مجموع المدخلات ومجموع المخرجات. آخر آية لاشتقاق القوانين، للتفكر فيها لنشتق القوانين، هي آية رقم 7 من سورة الرحمن.
فيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء رفعها ووضع الميزان. في هذه الآية الكريمة نستطيع أن نتعلم كيف نشتق القوانين العلمية كلها. والسماء رفعها، يعني هنا إشارة إلى خلق الله عجل للسماء وللكون. ووضع الميزان، ما هو الميزان؟ هذا الميزان هو ميزان الخلق. كيف يعني ميزان الخلق؟ الميزان الذي يحكم العلاقات بين المدخلات والمخرجات. مرة أخرى، والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني خلق الكون ثم وضع الميزان، الكفتين الميزان يمين ويسار التي تربط هذا الكون ببعضه البعض. فإذا أخذنا هذا المثال نجد بأنه لاشتقاق هذه القوانين التي تربط أجزاء الخلق، هذه الطريقة القرآنية: نضع ميزان، تشاهدونه هنا، نضع ميزان، هذا هو الميزان. وكأي ميزان له كفة يمين، هذه هنا، وكفة يسار. الآن بما أنه خلق الله متزن من كل شيء موزون، نضع على الكفة مثل اليمين المدخلات الانبوتس، هنا ندخل نضع الانبوتس مدخلات النظام، وعلى الكفة اليسار نضع المخرجات اللي هو الاوتبوتس. الآن فهذا هو وضع الميزان، ميزان المدخلات على جهة والمخرجات على جهة. الآن ليستقيم أي ميزان، لتستقيم الكفة اليمين والكفة اليسار، يجب أن تضيف أوزان على جهة، على كفة من الكفتين يجب أن تضيف أوزان. الآن فهذا هو الشكل العام تشاهدون هنا لكيفية اشتقاق كل قوانين الخلق من القرآن الكريم: والسماء رفعها ووضع الميزان. لأبين هذا بأمثلة، لتوضيح هذا الأمر أبين بأمثلة. نأخذ أول مثال في الهندسة المدنية. عندنا نظام معين في الهندسة المدنية، عندنا عمود تشاهدونه هنا يحمل وزن، يعني عمود في منزل وضعين عليه قوة معينة. نريد أن نشتق القانون الذي يحكم هذا النظام، الطريقة القرآنية: والسماء رفعها ووضع الميزان. نضع الميزان، المدخلات على النظام نضعهم على الكفة اليمين، المدخلات هنا القوة نضعها على العمود الفورس، والمخرجات منه اللي يخرج من النظام ان العمود يقصر في الطول اذا كانت القوه ضاغطه اللي هي الازاحه بالمتر، كم يعني ينقص طول العمود عند وضع القوه عليه. اذا فهمنا الان مدخلات القوه، مخرجات الازاحه. الان نضرب المدخل بالوزن الذي يوزن الكفتين، والوزن هو العلاقه بين القوه والازاحه. ما هي العلاقه بين القوه والازاحه؟ قساوه العمود. الان إذا وضعنا القوة على نفس القوة على عمود من حديد أو عمود من بلاستيك، ستكون إزاحة عمود الحديد أقل بكثير من عمود البلاستيك لقساوة العمود. الآن فإذا كلما تزيد القساوة تقل الإزاحة لنفس القوة. إذا كان الوزن علاقته عكسية مع المخرج، يعني القساوة علاقتها عكسية مع الإزاحة، نضعها في المقام كجنة واحد على القساوة. إذا هذا القانون: واحد على القساوة ضرب القوة يساوي الإزاحة. فقط ترتيب القانون يصبح أن القوة تساوي الإزاحة في القساوة. وهذا القانون قانون شهير جدا في الهندسة المدنية، يسمى قانون هوك أو قانون الزنبرك. فسبحان الله العظيم، في دقائق من الآية الكريمة: والسماء رفعها ووضع الميزان، اشتقينا قانون أخذ العلماء سنين لاشتقاقه، قانون الزنبرك، قانون هوك، وهو قانون أساسي في التصميم للمنشآت. نأخذ مثال آخر لتوضيح الصورة أكثر وأكثر. في الهندسة الكهربائية مثلا، عندنا سلك موصل للكهرباء ووضعنا عليه فرق جهد، أو وضعنا عليه فرق جهد، لأن الذي نلاحظه بأنه يمر في تيار في السلك. نريد أن نعرف القانون الذي يربط هذا النظام. مرة أخرى، والسماء رفعها وضع الميزان، نضع الميزان، المدخلات على جهة وهي فرق الجهد نضعه على طرفي السلك، مخرجات والتيار الذي يمر في السلك. نضرب المدخلات بالأوزان. الوزن هو العلاقة بين المدخل والمخرج، العلاقة بين فرق الجهد والتيار. إذن العلاقة هي مقاومة السلك، كلما تزيد مقاومة السلك يقل التيار لنفس فرق الجهد. إذن نضعه في المقام. إذن يصبح القانون واحد على المقاومة ضرب فرق الجهد يساوي التيار. فقط ترتيب القانون يصبح أن فرق الجهد يساوي التيار في المقاومة. وهذا قانون آخر شهير جدا في الهندسة الكهربائية، يسمى قانون أوم، قانون أوم،
لاحظ من القرآن الكريم في دقائق اشتقين هذا القانون. فتلاحظوا إخواني إخواتي، هذه الطريقة يعلمنا إياها الله عز وجل لاشتقاق قانون أي ظاهرة في خلقه. نأخذ مثال آخر في الهندسة الميكانيكية، إذا وضعنا جسم على ارتفاع معين نلاحظ بأنه عندما نترك هذا الجسم فإنه يكتسب طاقة، يعني عندما ترفع الجسم لارتفاع معين يخزن طاقة تسمى طاقة الوضع. إذا نشتاق قانونها مرة أخرى، الميزان والسماء رفعها وضع الميزان، الكف اليمين اللي هو المدخل للنظام اللي هو وزن الجسم، W وزن الجسم، المخرج هو الطاقة التي تتخزن في الجسم طاقة الوضع. ما هو الوزن؟ العلاقة بين المدخل والمخرج هو الارتفاع، على يعني مقدار الارتفاع اللي تضع عليه الجسم. الآن كلما زاد الارتفاع لنفس وزن الجسم زادت طاقة الوضع. إذا نضعه في البسط من العلاقة طردية يصبح أن طاقة الوضع تساوي الارتفاع في الوزن، وهذا هو قانون طاقة الوضع في دقائق من كتاب الله عز وجل. نأخذ مثال آخر، طبعا هذا ينطبق على أي ظاهرة في خلق الله عز وجل. مثال آخر في الهندسة الحرارية Thermal Engineering، يعني لو كان عندنا مثلا هنا حائط ووضعنا عليه درجة حرارة هنا سميها T1 وهنا عندنا T2، يعني حطينا عليه فرق درجة حرارة، هنا درجة حرارة على هذا الطرف من الحائط ودرجة حرارة على الطرف الآخر، وهذا هو الحائط اللي عندنا اياه هون. نلاحظ بهذا النظام ستمر حرارة اللي هو نعطيها رمز Q، يعني استعمل نفس الرموز اللي استخدم الان في الكتب عشان توضيح كيفيه الاشتغال القولي من القران الكريم. فوضعنا فرق درجه حراره على طرفي الحائط، نلاحظ في حراره تمر فيه، بدنا نشتق قانونها. قانونها بكل سهوله من كتاب الله عز وجل، نضع الميزان، هذا هو الميزان يساوي، نضع المخرجات على جهه والمدخلات على جهه. المخرجات هي الحراره كيو اللي تمر في الحائط، المدخلات هو فرق درجة الحرارة دلتا تي، مثل السلك فرق درجة فرق الجهد، هنا فرق درجة الحرارة. الآن نضرب المدخلات بالوزن، إيش العلاقة بين درجة الحرارة والحرارة اللي يعني تمر في الحائط. الآن ما هي أول علاقة؟ يعني هنا نلاحظ نظام يعتمد على أكثر متغير. مساحة الحائط نسميها إيه؟ كلما تزيد مساحة الحائط لنفس فرق درجة الحرارة تزيد كمية الحرارة التي تمر. يعني مثلا إذا سائل مثل كاسة شاي فرضته يعني وضعته على الأرض مساحته أكبر يبرد أسرع، الحرارة تدفقها يزيد كل ما زادت الحرارة، كل ما زادت المساحة. إذا نضع المساحة في البسط لأن يعني العلاقة طردية. الآن ضرب لو كان يعتمد على أكثر متغير النظام. الآن سمك الحائط سميه تي، سمك الحائط اللي هو تي ثيكنس، يعني كلما تزيد سمك الحائط تقل كمية الحرارة التي تمر في الحائط. إذا علاقة عكسية نضع في المقام. الآن أيضا مادة الحائط، كلما المادة قدرتها على توصيل الحرارة أكثر كلما كمية الحرارة التي تمر فيها تكون أكبر، نسمي هذا كي، العلاقة طردية. إذا نضع كي في البسط، فقط ترتيب القانون يصبح عنده انه كيو تساوي كي اي دلتا تي على تي. هذا اخواني اخواتي قانون شهير جدا في الهندسه الحراريه يسمى قانون فورير لانتقال الحراره بالتوصيل، قانون فورير. وهذا بينته هنا في اول محاضره، هنا هذا هو قانون فورير لانتقال الحرارة، قانون شهير جدا. نلاحظ كيف اشتقيناه من القرآن الكريم في دقائق. فنلاحظ سبحان الله العظيم يعني أسباب القوة التي وضعها الله عز وجل للمسلمين. ولكن إخواني إخواتي لبعد غالبية المسلمين عن كتاب الله عز وجل أنفسهم في وضع جدا صعب. فنلاحظ كيف الطريقة إن شاء الله وضحت، وهذه يعني يمكن اشتقاق أي قانون بهذه الطريقة. فالحمد لله رب العالمين. فيجب علينا إخوان إخوان إن شاء الله أن نعلم هذه للناس ونطبقها في المدارس والجامعات ونستخدم كتاب الله في حياتنا. والله عز وجل سيغير حالنا إذا تمسكنا بكتابه وطبقنا، الله عز وجل سيغير حالنا وتكون لك السعادة في هذه الحياة وفي الآخرة. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.
قرآن-ميركل.com هذا هو الموقع. يمكن التواصل معي عن طريق بريد الإلكتروني زيد قرآن@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.